أزيد من 300 عملية جراحية مبرمجة لمرضى العيون خلال الأيام الجراحية الطبية التطوعية الثانية بمؤسسة برج غدير بولاية برج بوريريج. حقيقة برمجنا حوالي 320 مريض اللي راه مبرمج باش يدير عملية في جراحة العيون بمعدل 70 إلى 80 يعني مريض يوميا. لقد قمنا في هذه المرة بافتتاح الأيام الطبية الجراحية الثانية لطب العيون على مستوى المؤسسة، وهذا بعد النجاح الأول للعملية الأولى والتي مست أزيد من 130 مريض وتدخل جراحي. المرضى من جهتهم أبدوا استحسانهم لهذه العملية التطوعية التي وفرت لها كل الإمكانيات المادية منها والبشرية. جيت السمانة اللي فاتت في السبيطار تسويت دار التعيار ما عطلونيش، واليوم احنا لهنا رحنا في وسط اللمة الحمد لله صابرين. الدنيا حاكمة، ناشطة، خادمة، نظيفة. الأيام التطوعية لمرضى العيون تدخل ضمن حملة تطوعية تشمل جميع المؤسسات الاستشفائية لولاية برج بوريريج وفي عدة تخصصات طيلة شهر جوان بغية التكفل بالملفات الطبية العالقة للمرضى.